الزيتون على الصابون وبجد النتيجة هتبهرك، مش هتخطر على بالك وهتغير حياتك حرفيا. اقسم بالله الوصفة دي هتخلي جسمك ده بيلمع بيبرق، هيشلك السواد وهيتفتفت قدام عينيكي زي الرماد. هتستغربي هو انا جسمي اتشال منه السواد كده بسهولة ازاي من اول مرة؟ بياض، ركب، اكواع، جسم، تعطير، تنعيم، ازالة الشعر اللي تحت الجلد. الوصفة دي والله يا بنات فظيعة وابهرتني بنتائجها بجد، هتغير حياتك. احلى حاجة في الوصفة دي في خلال 5 دقايق 10 دقايق بالكتير هتلاقي منها نتائج فظيعة، هتقومي من جمالها وحلاوتها وقوتها هتعمليها حالا. بس بالله عليكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. كل اللي احنا هنعمله هنحتاج اي نوع صابون متوفر عندك. انا في الوصفة ديت مش هقولك تجيبي نوع صابون معين، بس لو انت عندك صابون الدوف يبقى جميل جدا جدا، عندك نوع صابون انت بتستخدميه بيعجبك او حلو لبشرتك استخدميه، النوع اللي يعجبك في الوصفه مش هقولك نوع معين، النوع اللي يعجبك استخدميه. هبدا ان انا اجيب المبشره بتاعتي وهبدا ان انا ابشر الصابونه بتاعتي بشر ناعم. وطبعا احنا مش هناخد عشان الصابونه اللي معايا كبيره، فطبعا مش هناخد الصابونه كلها، هبشرها وهقول لكم انا خدت من الصابونه قد ايه عشان برضو تعملي المقدار اللي انا هقول لك عليه في الوصفه. هنبدا نبشر الصابونه بتاعتي بالشكل ده، وطبعا كل ما يكون نوع الصابون اللي هتجيبيه كويس كل ما هيكون افضل طبعا في الوصفه. اخدنا ربع الصابونه بالظبط، ربع الصابونه بالظبط، واخده قد ايه؟ واخده 3 معالق كبار من مبشور الصابون عشان برضو المقدار بتاعك يبقى مظبوط معاكي. بعد ما خدنا 3 معالق كبار من مبشور الصابون هتبداي ان انت تحطي عليه المكون ده، والمكون ده من الحاجات الفظيعه قوي قوي في التفتيح، جبار، وبالذات لما بيتحط على الصابون. هتبداي ان انت تجيبي حليب نيدو كامل الدسم، طبعا مش لازم حليب نيدو او مش لازم حليب اي نوع حليب مجفف، المهم ان يكون الحليب اللي عندك مجفف. هنبدا ناخد على الصابون وهو مبشور كده معلقه كبيره من الحليب البودر، وهنبدا ان احنا نقلبه كده وهم لسه جافين كده مع بعض والمكونات بتاعتك لسه جافة، وهنقلبهم. بعد ما قلبناهم كويس او بالشكل ده هتبداي حبيبة قلبي تحطي عليهم معلقة فقط صغيرة من النشا او الكورن فلاور، ولو عندك بودرة اطفال او بودرة تلج ممكن تحطيها بديل عن النشا، يعني لو عندك بودرة تلج يبقى هتبقى حلوة جدا جدا مع الوصفة بدل النشا، ده او ده، ده ليكي برضو بديل في ده وليكي بديل في ده. وهنقلب كويس قوي. بعد ما قلبناهم كويس جدا جدا هتبداي حبيبة قلبي تحطي عليهم، هتجيبي مية مغلية وهتبداي ان انت تضيفي عليهم مقدار 3 معالق كبار مبدئيا، وهنبدأ ان احنا بالتدريج كده نحاول على بايدينا كده بالمعلقه. هتبداي ان انت تدوبي او تقلبي الصابون بتاعك مع الحليب والنشا كويس قوي، بالتقليب المستمر هتبدا المكونات معاكي تتقلب كويس، وهتلاقي ان الصابون بيدوب معاكي كويس، واهم حاجه ان هو ما يكونش فيه تكتلات تماما. مش هتاخدي وقت كتير، انت بمجرد ما هتفضلي تقلبي ورا بعض ورا بعض كده هتلاقي ان الصابون ده مع الميه بتاعتك كويس، ولو احتاجتي ممكن تحطي معلقه كمان من الميه، بس اهم حاجه ان الميه اللي عندك تكون ميه مغليه. هنبدا نقلب بسرعه كده كويس، ولو عندك خلاط او عندك كبه ممكن تخلطيهم، بس الافضل ان انت تقلبيهم بايديكي عشان برضو ما توسخيش حاجتك بالصابون وكده تعملكيش ريحه مش حلوه او ريحه صابون في الخلاط بتاعك، فالافضل ان انت تقلبيها في الطبق كده بايديكي زي ما انتم شايفين اهو، ما خدتش وقت خالص، ثواني بسيطه ولقيتها دابت معايا مع التقليب المستمر بالشكل ده، والصابون داب معاه المكونات واداني قوام كريمي زي ما انت شايفه كده. بس هنحتاج ان احنا نحط معلقه ميه تاني او معلقتين ميه تاني، وهنبدا برضو نقلب. هنقلب كويس قوي.
بعد ما قلبناهم بالشكل دوت زي ما انت شايفه حبيبه قلبي، بقى القوام معايا كريمي بالشكل ده. هتبداي ان انت تجيبي الخل الابيض، وممكن تستخدمي في الوصفه دي خل تفاح المتوفر عندك، سواء ده او ده هتستخدميه. طبعا الخل من الحاجات اللي بتشلك الشعر اللي تحت الجلد، بتعجز عندك نمو شعر جسمك جدا، كمان بتفتح بدرجه كبيره. بس احنا مش هنحتاج من الخل غير معلقه فقط صغيره، وهنبدا ان احنا نقلبها بالشكل ده. خلي بالكم الخل بيتحط بعد ما الصابون يدوب، لو حطيتيه قبل هيخلي الصابون يفتفت معاكي كده ومش هيدوب معاكي، فهتحطيه بعد ما الصابون يدوب. وهنقلبهم كويس بالشكل ده. بعد ما قلبناهم بالشكل ده الخل، طبعا الخل ما ينفعش خالص يتحط لوحده، يعني انا بقول في كل فيديو سواء خل او ليمون لازم تكسريه يا اما بميه عاديه يا اما بميه ورد. فهنبدا ان احنا نضيف معلقه من ميه الورد، هتعطر جسمك وتديكي ريحه حلوه ونعومه، وفي نفس الوقت هتديكي ترطيب وهتكسر حديه الخل شويه. وهنبدا نقلبهم بالشكل ده. مش قادره اقول لكم الوصفه قد ايه جميله وقد ايه هتستفادي منها. بعد كده هتبداي بقى ندخل في مرحله زيت الزيتون المبيض الطبيعي، اللي بيشد الترهلات في الجسم، اللي كمان بيشلك السواد والجلد الميت او الخشونه اللي في الجسم، لما بيتضاف على الصابون بيدي مفعول فظيع. هنبدا ناخد معلقه كبيره خالص من زيت الزيتون بالشكل ده، وهنبدا ان احنا نقلبها كويس قوي مع الكريم بتاعي. لو انت بقى عايزه تعطري جسمك وتخلي ريحته حلوه مع الكريم ده، يبقى الافضل ليكي ان انت تحطي بدل النشا معلقه كبيره من بودره تعطير الجسم. طبعا هي موجوده عندنا كلنا، فلو انت عايزه كمان ريحه حلوه حطي كمان بودره تعطير الجسم او معلقه من زيت الورد، هتديكي ريحه حلوه قوي قوي قوي. بعد ما قلبناهم طبعا كميه الكريم كبيره هتكفي جسمك كله، ولو انت هتستخدميها لوجهك استخدميها بامان، ما فيهاش اي مشكله للبشره، بشره الوجه. هتبداي ان انت تاخدي الكريم بتاعك ده، لو انت عايزه تحتفظي بيه او تعملي الصابونه بتاعتك كامله بدل ما تقعدي تعملي كده، هتجيبي برطمان او علبه، بس تكون العلبه دي عريضه مش غويطه، يعني العلبه تكون عامله زي الطبق كده عريضه تمام، وتروحي حاطه فيها الكريم بتاعك بس تكون ناشفه ما فيهاش اي ميه، وتروحي قافلاها وتحطيها عندك في التلاجه. بتبداي تستخدميها ازاي؟ بتبداي ان انت قبل الشاور بتاخدي الكريم وبتبداي ان انت تدعكي وتفرديه على جسمك كله، على الركب وعلى الاكواع وعلى المناطق الحساسه والحتت اللي فيها شعر تحت الجلد، وعلى وجهك، على كل حته في جسمك. وهنبدا ان احنا نفرد الكريم بتاعنا بالشكل ده، وهنسيب الكريم بتاعنا لمده من 5 دقائق ل 10 دقائق على الجسم، 15 دقيقه على بشره الوجه. بعد كده هتبداي تسيبيه على جسمك 5 دقائق او 10 دقائق، وبعد كده هتبداي تاخدي الليفه المغربيه الخشنه وتبليها ميه. طبعا احنا مش محتاجين نحط فيها لا شاور جيل ولا كده لان في صابون في الوصف. وهتبداي بقى تتعكي، انا عايزاكي تبصي في البانيو كده وتشوفي السواد اللي هيكون نازل منك، اتفرجي على السواد وهتفرجي على النعومه كمان بعد ما تشطفي جسمك، هتلاقي جسمك ناعم قوي 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 عامل زي البيبيهات، وبشرتك بقت فاتحه جدا. استخدميها يوميا لمدة 3 ايام بس، وبعد كده مش هتحتاجي تعمليها الا مرة كل 15 يوم، مرة كل شهر، وتفرجي على النتائج بعينك. وما تنسيش تدعيلي دعوة خير. ربنا يبارك لي فيكم حبايب قلبي ويخليكم ليا. اشوفكم على خير والسلام عليكم.